صدر وسمى عاصفة إنقاذ اليمن الذي أطلق بمناسبة مرور عامين على عاصفة الحزم في اليمن مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات من إطلاقه. وتفاعلا مع الهاشتاج قال الصحفي أنيس منصور في تغريدة له: لقد مثلت عاصفة الحزم بالنسبة لنا كيمنيين شريان حياة جديدة بعد أن وقعنا في مستنقع حكم الميليشيا المستمدة قوتها من فارس. من جهته غرد الصحفي توفيق السامع قائلا: إن عاصفة الحزم كانت ضرورة للأمن القومي العربي الذي عد إسقاط صنعاء بيد إيران تهديدا وجوديا للمنطقة العربية. فيما قال مستشار وزير الإعلام فهد الشرفي: إن ليلة إعلان عاصفة الحزم استبشر فيها اليمنيون لأول مرة بدوي الضربات بعد أن كادت تخرقهم الخيبة والحسرة وألم النكسة. من جهته اعتبر السكرتير بمكتب رئيس الوزراء صالح الحكمي عاصفة الحزم بمثابة عملية استئصال مبكرة للسلطان الفارسي، مضيفا القول: لقد جسدت العاصفة التلاحم العربي القومي وأعادته للواجهة من جديد بعد تلاشي في السنين الماضية، بل إن العاصفة اليوم تعتبر الحدث العربي الأبرز في القرن الحادي والعشرين. وعلق الصحفي ثابت الأحمدي: بالمناسبة مثلت عاصفة الحزم إنقاذ لليمن من أكبر خطر في التاريخ الحديث أطل بقرونه عليها فجأة بتحالف الانقلاب الحوثي والمخلوع، وذلك لتحويل اليمن لولاية إيرانية جديدة ضمن المشروع التوسعي الإيراني الذي يسعى لاستعادة إمبراطورية قورش الملك الفارسي المقدس لدى الفرس واليهود على حد سواء. وكتب الصحفي ياسين التميمي: إنه بعد عامين على بدء عاصفة الحزم تغيرت معادلة القوة على الأرض من انقلاب يفرض سيطرة مطلقة على البلاد إلى عصابة تكافح للتمسك بما تبقى لها من جغرافية في مواجهة زحف عسكري لا يتوقف دفعهم إلى مرحلة من الانكشاف السياسي تعرت معه أهداف هذه العصابة. الصحفي علي الفقي نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر أونلاين اعتبر العاصفة بمثابة حرب الضرورة لكبح دموية وهمجية المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع، وذلك بعد أن أشعلوا النار في كل البلد. وذكر الفقي على جداريته أن من يعيب على المحتفين بذكرى العاصفة فليصف لنا كيف كانت مشاعره وهو يشاهد الحوثيين يدكون قصر معاشيق للطائرات وينقلون على متن الطائرات العسكرية ميليشياتهم إلى تعز.